امبارح قعدت مثل العادة ريد 5 جرايد وبعدين قعدت اسمع اخبار التلفزيونات. زهقت، امسكت كتاب فتحته على صفحة مكتوب عليها المجتمع مستشفى للامراض المستعصية. قلبت الصفحة قريت المجتمع حفلة تنكر منخفي فيها وجوهنا. تعجبت، رفعت حواجبي، كفيت القراية. الإنسان حيوان اجتماعي، شي حلو كتير. طيب على صفحة جديدة كان مكتوب المجتمع ضروري مثل الهواء ولكنه ما بيكفي للعيش. آخر صفحة كان مكتوب فيها ما تفكر حالك ذكي كتير، كل الكلام اللي قريته قبل ما له علاقة بالمجتمع اللبناني. مش لأنه المجتمع اللبناني أفضل من هيك بكتير، إنما لأنه المجتمع اللبناني خارج تصنيف أي مجتمع. يا غشيم، هذا رأيي، فكر فيها.